والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من تاكسي القدس. اليوم راح يكون معنا ضيف أستاذ في مدينة القدس ومعتقل سابق في سجون الاحتلال، الأخ مراد عطية من حي الشيخ جراح. راح نقله من مدرسته في القدس باتجاه بيته المهدد بالتهجير والتطهير العرقي في حي الشيخ جراح. يلا معنا. وين يا زعيم؟ بدك تدعسني هيا يا حبيبي. شو اخبارك؟ كيف صحتك؟ الله يدعسك يا زلمه. ايش يا بدك تدعسني شايفك؟ انا مراد، كيف حالك؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ كيف صحتك؟ خلص دوامك؟ الحمد لله رب العالمين. دوامي في المدرسه؟ منيح، زيها كم من يوم، الحمد لله رب العالم. مراد، عرفنا حالك. مراد عطية، أستاذ لغة عربية، سكان الشيخ جراح، بيتي من المعرضين للإخلاء، زي حال أي مقدس موجود، مفصول من عملي، كنت بشغل أستاذ في مدارس البلدية، لكن للأسف انفصلت بسبب نشاطي السياسي، لأني أنا بخرب على الدولة، واضطريت أروح أشتغل في مدارس السلطة. مدارس السلطة احنا بنحكي عن فرق شاسع ما بين المعاش، عن فرق شاسع ما بين انك هذا، ولكن احنا قابلين هذا الاشي ومتوكلين ان احنا عارفين انه رسالتنا هي الحق، وبالتالي بدنا شوية تضحية. فنحن زينا زي اي مقدس، ضحينا ومنضحي وما زلنا منضحي ومستمرين. لانه اذا حكى سياسي نحن على مستوى لايك بالفيسبوك بيعملوا لك جلسة، على مستوى كومنت بيعملوا لك قاعدة انه ليش تتعلق، شو السبب، وخاصة في الظروف، يعني احنا كل فترة وفترة بتصير في حرب بغزة، بصير في عنا هاد، بصير عنا شو هذا، ممنوع هذا الحكي. الشهيد بالنظام الاسرائيلي هو مخرب، فانت كمعلم ممنوع تحكي عنه شهيد، ممنوع تيجي تقول لهم في علم فلسطين، لازم درس انه في علم اسرائيل. انت كابن حي الشيخ جراح ودفعت ضريبه في السجن، ضريبتك في السجن كانت لمده سنه، انت ليش انحبست؟ انحبست لاني قلت لا، لانه الاحتلال الاسرائيلي بيعمل شغلات يدعي انها قانونيه وبدوش حدا يفضحه انها مش قانونيه. فلما حاولنا انه نفضحه ونجحنا الحمد لله رب العالمين، صار يحاربنا عشان يربي فينا العالم، يعني نحن الكبش في دل العالم. لما نيجينا نحكي انه الشيخ جراح حكت فضحتنا عملت لنا، الشيخ جراح لمت القدس كلها، شباب القدس كلها بلشوا يحكوا عن الشيخ جراح وبلشوا يدافعوا عن الشيخ جراح وعارفين قصة الشيخ جراح. بالمقابل قبل ما تصير الهبة وقبل ما يصير الأشياء كانت حتى شباب القدس مش عارف شو هي قضية الشيخ جراح، مش عارفة انه الشيخ جراح في بيوت قاعدة بتتعرض للإخلاء، ومش عارفة شو يعني الشيخ جراح، كانت هي عبارة عن منطقة طريق له. فلما صارت الهبة وانفضح الاحتلال وبين انه النكبة ما زالت مستمرة وما رح تتوقف الا بزوال الاحتلال، هون الاحتلال بلش يحاربنا، بلش ياخذ العناصر الفعالة. هو اعتبرني انه عنصر فعال لأن أنا كنت أشارك وكنت أحكي، ولما كنت أشارك كانت العالم تقول لي إنه دير بالك شوي، أقول لهم لا، هاي قضية لازم أنشر الحقيقة، وإذا أنا ما دفعت عن قضيتي مين بدي أستنى يدافع عنها؟ بالنهاية إذا أنا ابن اللي أنا تربيت ببيتي لذكرى أبوي فيه، اللي أنا عشت في هاي الحياة، اللي أبوي الله يرحمه علمني إنه هذه الدار إلنا اللي هي لمة العيلة، أنا نعتبره بيت العيلة، ما دفعت عنه مين دي دافع عنه؟ وكنت أقولها يعني بشكل هيك كثير لناس، وكثير عالم كانت تيجي تقول لي أنت غلط وأنت بتحارب حكومة. قال لهم لو أجاك عربي مش إسرائيلي، لو أجاك عربي قال لك اطلع من دارك خيوة، هلا اطلع من دار أهلك واعطيني إياها وأقوى منك، تسمح له هيك بتطلع بتقول له خلص يلا تفضل خود؟ بقولوا لي لا. فهم ما يلاقوا إجابة لأنه لأن أنا كنت واثق أن أنا بمشي في الطريق الصح. لولا وقفة أهل القدس خاصة
أهل فلسطين آمنة والشعب كله والعالم العربي والغربي حتى وقف في منهم جزء ولا كان صار الإخلال للشيخ جراح. أي نعم اليوم نحن نحكي لسه المحاكم مستمرة، وضع الشيخ جراح لسه متوتر، لسه المحاكم موجودة، ولكن نحن سجلنا نصر عليهم لما تأجل الإخلاء حسنتين. نحن سجلنا نصر لما كل العالم اليوم بتحكي، وهذا بنشكر عليه طبعا كل أهل القدس، بنشكر عليه كل أهل فلسطين، وبنشكر عليه العرب إنه ساعدونا بنشر قضيتنا. اليوم قضيتي أنا معروفة. أصعب موقف مرق عليك بالشيخ جراح، وأكثر موقف مضحك كان بالشيخ جراح معك؟ طيب أكثر موقف مضحك، طبعا احنا على مدافق الشيخ، أيوة أكثر موقف مضحك إن أنا مرة من المرات ونحن بالمظاهرات لما بلشت سميرة تنزل كتير على الحارة، قلت لهم بدي أوقف لكم سميرة أنا خلص. قال كيف بدك توقفها؟ قلت لهم خلص توقفها، شو بدكم الطويلة والقصيرة؟ أنا بدي أوقفها. قال ماشي. سميرة الخرارة. سميرة اللي بترش المياه الآدمي، ما هي لما تيجي هاي الكل بهرب. قلت لهم أنا عندي الموضوع. قال ماشي. رحت أنا، رحت أول ما نزلت، أول ما بلشت تنزل رحت وقفت بنص الشارع على أساس إنه إيش قريب عليها مش رح ترشني. اللي هو أجا شرطي بعدني، كيف بعدني؟ كان معين علي رشني إياها. فكل العالم اللي كنت أقول لهم استنوا أنا بدي أوقف لكم إياها، ضلوا طول أسبوع يضحكوا على الموقف، كيف تبليت وكيف انهنت وكيف تدعس علي عشان أنا وقفت وقلت لهم أنا بدي أوقف لكم إياها. وصف لنا رايح. شوف سميرة تختلف ريحتها حسب من واقف، يعني إذا كانت العرب واقفين ومعركة حامية الريحة بتقرف تطلعش من الأواعي، الأواعي إذا بترشك على الكم حمام كل ما بترشها مي بتزيد الريحة للأسف، بصير شدينا هالمي. نعم. بينما إذا كانوا أجانب بالواقفين يا أخي المي ناعمة بتكون بتكون منيحة يعني مقبولة، تكون مقبولة، مرات بتحسها مي عادي إذا كانوا أجانب. فأنا بطلع حسب الموقف، وإذا كان مظاهرة كلها عرب يعني فلسطينية أول واحد بهرب. كان بلش ندخل المكان اللي كان فيه كل المظاهرات. آخ أيام والله إنها أحلى أيام. عشان نحكي عن المظاهرات، المظاهرات أحلى أيام. هذا الشارع للعلم دائما فاضي، ليل نهار صبح فاضي، أيام المظاهرات عمره ما فاضي، دائما ملان. يعني هلا بتشوف الشارع فاضي، فيش فيه حدا، فيش فيه مخلوق، الليل نهار بتشعرش فيه بالحيوية. هذا الشارع لما كانت فيه مظاهرات كان كله حيوية، تحس انه الروح موجودة فيه. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. يسعدك يا رب. وشكرا على التوصيلة. الأهم من كل هذا انت يعني عشان فيش راتب، يعني فيش توصيلة، فيش شيء، فيش اجار. لا دين على الفيزا. شو رسالتك للشباب؟ شوف بما انك مربي اجيال وبما انك مناضل للحرية والتثبيت حقك وصمودك في بيتك. شوف انا بضل احكيها للطلاب اللي بعلمهم، هم شباب يعني، وبضلني احكيهم واقول لهم فلسطين بحاجة لتضحية، وبحاجة انك انت بني ادم تضحي عشان تكسب اللي بدك اياه في القضية. اللي بدنا اياه نحن الارض. اذا في يوم من الايام رضيت انك تعيش بمصاري أكتر بس بدون كرامة، أنت تعتبر ميت بس عايش. هاي الرسالة بضلني أوجهها للناس، بضلني أوجهها لطلابي، بقول لهم اوعى ترضى في يوم من الأيام إنه أي حدا يهين كرامتك، إنه إذا أنت في يوم من الأيام رضيت مرة ترضى كل مرة. الله يعافيك. شكرا على التوصيلة.